من جانبه أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27 محمود محي الدين أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة خرجت بمشروعات قابلة للتمويل والاستثمار والتنفيذ، ومنها مشروعات تكيف. وأشار محي الدين إلى إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف بهدف تحقيق الصمود في مواجهة التغير المناخي لنحو 4 مليارات نسمة. نحن في حاجة لمواصلة حشد التمويل الخاص والعام للتوصل إلى حلول مواتية للمناخ. نعم، نحن حتما لابد وأن نواصل التركيز على التكيف وتعزيز القدرة على الصمود. هذان موضوعان أساسيان ينبغي تغطيتهما من خلال تحسين القواعد المالية، تصميم المشاريع، تصميم الحوافز، وكذلك إقامة الشركات.